كريم ندفد واحد من نجوم النادي الاهلي الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت، دور كبير جدا، مجهود كبير جدا من كريم ندفد. باك رايت تلاقيه، هاف رايت تلاقيه، باك ليفت تلاقيه، حاجه يمكن مشرفه جدا. هم دول اولاد النادي الاهلي. كابتن كريم ببارك لك الاول على ادائك خلال الفتره اللي فاتت، تحملت المسؤوليه بشكل كبير، اصابات كتيره جدا بتتحط في مكان بتادي، جمهور النادي الاهلي اشاد بيه خلال الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. حابب تقولي الاول على دورك وادائك الكبير ده كابتن. الأول بسم الله الرحمن الرحيم، برحب في الناس اللي في الاستوديو موجودين، كابتن ميدو. بشكر ربنا طبعا على الواحد الاداء اللي هو مادي بيه وماشي بيه بصوره كويسه، وبنشكر جمهور النادي الاهلي اللي هو واقف في ظهري ودعمني بصوره كبيره في الفتره الاخيره بعد فتره هجوم كبيره. بس الحمد لله كانوا موجودين في ظهري، وهم دول ليهم سبب كبير ان انا ابقى موجود بالصوره دي. موضوع اللي انا بلعب في كذا مكان ده انا بعمل عليا بتمرن، الكابتن يوسف بيطلبوا مني بأدي سواء باك رايت ديفندر، اي مكان الواحد بيعمل عليه فيه بيأدي، بيحاول يطلع باحسن صوره، وفي الاول وفي الاخر ده توفيق ربنا الحمد لله. واحد من ابناء النادي الاهلي كريم، بتشوف المرحله دي ازاي؟ في تحديات كبيره جدا لفريق النادي الاهلي، بيبقى عندنا بعض الظروف المحيطه بالفريق سواء من اخفاق من بطولتين، اصابات كثيره جدا بتضرب فريق النادي الاهلي، الامر ده بينعكس عليك وبيقلب دوافع بشكل كبير جدا معاك وكريم. وفي الاول وفي الاخر الظروف دي بتبقى موجوده في اي فريق في اي حته في العالم كله، بس لازم كفرقه او كتيم لازم نتحد كلنا ونعوض غياب اي حد موجود. احنا كلنا لعيبه كويسه، واي لعيب موجود في النادي الاهلي ده قد المسؤوليه ويقدر يلعب ويقدر يشيل النادي. فالغيابات موجوده في اي حته، طبيعي ان يبقى عندك غيابات في وقت معين بس نتيجه لسبب ضغط ماتشات بطولات كانت كتير في وقت قليل، فلازم الفرقه كلها تبقى جاهزه، معظم اللعيبه تبقى جاهزه عشان في اي وقت هتلاقي ان اللعيبه دي موجوده. شفنا كان بطولة افريقيا في ناس بتلعب دلوقتي هي مش موجوده خالص، ناس ثانيه اللي بتلعب، ده النتيجه والفرقه بتكسب وماشيه، النتيجه ان اللعيبه كلها مركزه من وقتها نفسها بتتمرن، فباين في الاداء كله في الملعب. يعني المدير الفني الجديد مستر مارتن لاسارتي زي ما قلنا واكدنا استقرار فني، جهاز فني متميز جدا، دور كبير عليكم يا كريم كلعيبه، ودور كبير على جمهور النادي الاهلي، الدعم لكل لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. لكن لو باخد منك للجمهور الدور الكبير اللي مطلوب من جمهور النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. هو طبعا لجمهور النادي الاهلي دور كبير، في مدير فني جديد جاي لسه احنا ما نعرفوش، نتمنى طبعا التوفيق ونتمنى اللعيبه كلها التوفيق، بس نتمنى الجمهور هو يدعمنا ويبقى في ظهرنا الفتره الجايه دي باذن الله، واحنا نوعد الجمهور بصوره تبقى احسن من كده باذن الله الفتره الجايه. الف مبروك يا كريم. بنشكر اكيد الكابتن كريم ندفد، كابتن محمد يوسف، كابتن سيد عبد الحفيظ، الجميع الحقيقه. يمكن زي ما اكدنا وقلنا دور كبير جدا بيبذل من لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني لفريق النادي الاهلي، زي ما اكدنا وقلنا كابتن ميدو دور المدير الفني كبير جدا خلال الفتره القادمه، والدور الاكبر هو دور اللاعبين وجمهور النادي الاهلي. بلقاء كريم ندفد بتكون انتهت كواليسنا ولقاءاتنا هنا في استاد السلام بعد فوز فريق النادي الاهلي على نادي النجوم، على امل ان شاء الله كابتن ميدو مباراه العوده جيما بطل اثيوبيا تاجلت يوم 23، السفر يوم 19. كل التوفيق للنادي الاهلي، الجميع على قلب رجل واحد، وباذن الله تكون انطلاقه جيده وقويه في البطوله الافريقيه. عوده ليك يا كابتن ميدو وكل نجوم الاستوديو التحليل. شكرا جدا ليك يا كريم، ودايما مميز ودايما بتغطي الاحداث على احسن ما يكون. كريم ندفد.